أنا كليكور من بس كنت صاحب فرن كليكور بيكري. ما حبيت أتوظف بوظيفة محكوم فيها يعني، لأنه بلبنان عندنا هون إذا واحد بده يتوظف بده يروح لعند شخص زعيم يقول له وظفني وكذا. ما حبيت أنا، حبيت أشتغل مصلحة حرة يعني. اشتغلت هيدي، بلشت في عندنا فرن قديم بالضيعة فوق. أول إنسان كتب كلمة فرن بمسكنت أنا، فرن قديم صغير هدو الفرن اللي عندنا ده. زليل مرحوم بي الله يرحمه، وما كان له خاطر، ما برده بده خليني اتوظف. قلت له ما بدي اتوظف انا، قال لي ما بتعرف بالفرن؟ قلت له ما حدا خلق معلم، جاب لي معلم تيعلمني. ما اتفقت انا وياه، بعته صرت اشتغل لحالي. ما بدي ارجع لورا، حطيت بدي اقول لحد ما حدا خلق معلم. صرت اشتغل واتعلم من غلطي. اذا غلطت هون ليش غلطت؟ لانه هيك صلي ومشيت. بالفرن؟ لورا. إن شاء الله كل بيت يكون في لورا. شد إيه؟ بالليل بالنهار هاي ساعة كنت عشب تأيه وقف ما بقى أزرش بتوى مبارح تمشي 50 كيلومتر يوم الحد لور 50 كيلومتر على الدرج طالع عدل واحد أنا وياها. مش إنه نحن ما نجيب حد يساعدنا كمان مصاري، لا، نحن بنحب البيجو اللي عندنا ياكلوا من إيدنا. جربنا شغيلة إنه مثلا للثواني بس، شفت إنه عم بيصير في إزعاج، بيصير الشغيل بيحمسه بيحطه على الطاولة هيك بيزته على الطاولة بيفل. قلت كيف بدون احترام يعني، شباب عنده صيف يعني. لا، قد ما يكون واحد جاي عنده مبسوط بيشوف هيك شوفه بينزعج انه شغيل بيصير بحط الثانية على الطاولة هيك وكذا. انت الدور لا، ما بدنا حاجة نشتغل بينطور اكلنا بدون نطرة يعني، اكلنا مش تحضير منحضر 500 منقوشة وبعدين منسخن، لا، نحن لازم الناس يشوفوا شو بدهم ياكلوا، شو بدهم ياكلوا قدام عينه. ما بقى شفتي انت امبارح، انت كل شيء قدام عينه ما بصير ابدا ما عندنا شيء مخبى يعني. وكتار بيسألونا انه بتاكلوا من اكلكم؟ انه الاكل اللي عم ناكل منه نحن، اللي ما بياكل من اكله بكون اكله مش منيح. انا بقوم الساعة 4 بعجن وبطلع على البيت، 6 بنزل على الفرن بس محضر، بقوم محضرين من عشية يعني. كل اللي بدنا ننزله على الفرن بننزله على الفرن. الساعة 7 بشعل الفرن، ببلشوا الناس يجوا، مثل ما نبلش بننهي. مش انه مثلا هلا تعبنا بقى شفينا ونفهي. بهذا النهار 12 ساعة 10 ساعة ونكتمل بمحبة وبنشاط، مش انه تعبنا وبقى شفينا، لا. هذا انتوا هالمهنه اللي عم تتعلموها وعم تشتغلوا فيها بتحبوها؟ هذا اذا في محبه للشغله ليش تنجحي فيها وما بتزهقي، بس اذا عم تشتغلي وما بتحبي بتتعبي بساعه. نحن بنحب شغلنا،
مش كلنا المصاري، بس أكيد بدنا نعيش نحن، بس نحن منحب شغلنا، نحب نعمل شغلة من أول ما نقوش الصبح لآخر ما نقوش عشية مثل هي زيتها، ما بيتغير الشغل أبدا، النوعية وكل شيء أبدا، مش إنه تعبنا صرنا يلا على المش، لا لا، اللي ما بيحب شغل ما بينجح بحياته، بشو ما كان الدومين تبعه، ما بيحب شغله ما بينجح بحياته. يعني ما نشتنا نحن ما احترامنا لكل اللي بيعملوا نعيش يعني، يعني تميزت عن غيرها بنوعيتها بجودتها بكبرها بصناعتها بشغلها بتحضيرها، يعني منا منقوشة عادية، يعني اسمها منقوشة بس منا منقوشة عادية، يعني مثل بقية النقيش، يعني ما احترامنا لكل اللي بيعملوا النقيش، يعني منقوشتنا كل الناس بيعرفوها انه فيها شغل فيها تحضير فيها برودوي، يعني بكل معنى الكلمة، يعني فيها شغل بمحبة، يعني وبالآخر اسمها منقوشة يعني بالنتيجة، بس تميزت عن غير النقيش بصناعتها بنوعيتها بجودة الضاعة تبعها بالعجينة تبعها بالطحين تبعها. أربع أصناف طحين بنحط نحن، تحط طحين قمح، طحين زيرو، طحين عادي، ونحط خلي الناس يسمعوا ويعملوا ببيوتهم، وطحين فرخة، بنحط العجينة محلب، بنحط لهم شوية ملح، وندفي السكر قليل مع الخميرة هيدي الأنسونتانيت بودر تتخمر، ومع الخميرة القليلة هل كلهم يسمعوا انه العشرة كيلو طحين بنحط لهم ملعقة قهوة خميرة، لسبب العجينة عندنا ما بتحمض ما بتختمر كتير ما بتنتزع وبتهدي من يوم ليوم اذا بدنا، وبتضل نكهتها فيها ما بتضل فيها نكهة خميرة وخمرت كتير وحمرت، لا. الفرن أنا عملته بأيدي، هيدا الفرن منه فرن حديد عادي يعني، هيدا معمر عمار بحجر، وفي هيدا الفرن موجودين فيه 400 كيلو ملح خشن، أنفلوب مسكر بارد ملح، وفي الأنفلوب القلب تبعه جواه حديد للنظافة بس، لحتى إذا بنحط أرميد ناري على النار بصير فتفة وينزل على الخبز. بنحط له هذا الحديد من جوا بس لحتى للنظافة يعني، أما الفرن مرات الفرن في 40 سنتي ملح بارن 40 سنتي ملح خشن، وفق منه في رمل، وهيدا الملح بيحفظ حرارة ونوعية والرمل كمان، للسبب هذا نحن بنحط المنقوشة بالفرن بتنشف على مهلها وبتستوي على مهلها ما بتنشعط ما بتحترق، حتى لو طلعت بيضة من الفرن بتلاقيها منشفة بتاكلها بتلاقيها طيبة. التيم من عندنا، العسل من عندنا نحن، والزعتر نحن بنحول الزعتر ونطحنه على ايدنا، على المطحن نطحنه ونحطه على ايدنا نحن، نحط له سماء، نحط له سمسم، نحط له ملح. عندنا 95 صنف، هلا هيدا الأكل ما فيك تقولي هيدي أطيب من هيدي، كل وحدة وإلها طعمة يعني، في ناس بيجوا عندنا من أقصى الناس ياكلوا زعتر بس، لأنه مش إنه الزعتر أطيب من غيره شيء، بيحبوا ياكلوا زعتر لأنه الزعتر عندنا زعتر، ما فينا نقول هاي المنقوشة أطيب من هاي وهيدي مش طيبة يعني. بتنطر لأنه المنقوشة تبعنا بدها وقت بالفرن يعني، ما لنا منقوشة عليه بتنخبز وبتتسخن وبتتقدم، لا
يلي بيتبر هالمن أول شيء عم ينطر وعارف إنه عنده نطرة يعني، لأنه بده شغل بده تحضير، وعم بيشوف الناس يعني إنه في تحضير بالموضوع، مش إنه تأخير هيك يعني، في تحضير يعني، وبده وقت بالفرن يعني لحتى تستوي عمهنا وتنشف عمهنا تطلع منقوشة مميزة يعني، وتاخد الشهرة اللي أخدتها. هذا السؤال بدك تسألي للي بيجوا ليش بيسوقوا هالمسافة الطويلة تيجوا لعنا، لأنه في شيء بيجلبهم ليجوا لعنا، هاي المنقوشة اللي عم نحكي عنها المميزة يعني اللي عم بيشوفوها، عم بيشوفوها على شاشات التلفزيون أو على التواصل الاجتماعي، وعم بيشوفوا عم بيجوا لهم بحققوها يعني، بيقول لك مضبوط يعني إنه لهالسبب هذا بيخبروا بعضهم، بيقول لك ننطر خير النطر بتحرز، لأنه في شيء اسمه حقيقة يعني، مش إنه منقوشة عادية سخنها بالفرن وعطيها، هيدي الشهرة اللي أخذتها فيها يعني، لهالسبب هذا بيقول لك ننطر والنطر بتحرز. السر مش طمع، لا السر إنه نحب أنا ومرتي نشتغل بهاي المصلحة، نشتغل بالعيش يعني بالخبز سمع شو، واللي بيرغمنا أكثر هي محبة الناس يلي بيجوا لعنا من آخر الجنة، مش من لبنان بس، من برات لبنان، من دول أجنبية وعربية وغيره بيجوا لعنا يسألوا كريكور وين؟ كريكور وين؟ الشغل ما بيتعب الجسم دائما، اكيد كل شيء له حدوده يعني، الحمد لله نحن بنشتغل مش لحتى نتعب ونهلك، نشتغل 3 ايام بالجمعه، جمعه وسبت واحد، نرتاح 4 ايام راحه وتحضير وغيره، بس التعب الانسان هو تعب الفكر دائما، والحمد لله ما في انسان بهالدنيا الا ما عنده تعب فكر، بس بده يكون عقله اكبر من تعب فكره لحتى يستوعب مشاكل هالدنيا وأمور هالدنيا وتعب هالدنيا خاصة بلبنان. إذا خيروني بأي مصلحة وريحة وبتعطي مصاري أكثر، لا الفرن. ليه؟ إيه؟ ليه؟ لأني بحبها. بحبها من قلبي من جوا. مش إنه لأنه فيها النتيجة. كل الناس تشتغل بمصلحة لحتى تعيش، بس أنا بحب أشتغل فيها يعني، يعني أنا إذا إيدي بتوجعني بس حطها بالعجينات بتصح. كان عمري 8 سنين أنطر أمي تعجن بدها تخبز، روح حد البيت اعمل طاقة صغيرة هيك، حط لها تانكي وشعر لها فيه، واخذ عجينة روح اعمل منقوشة وحطها فيه. حبيتها من انا صغير يعني، عندي هوية فيها. حبيت اشتغل بالعيش، بالخبزة، بالعجين. وقلت له لما قلت له للولد الله يرحمه امي وبيي، فت على وظائف كثيرة وفي الليل بالاخر قلت له انا ما بدي اشتغل شغلي الحكم فيها يعني، بدي اشتغل مصلحه حره. قال لي شو هي المصلحه الحره؟ ما قلت له اللي هو، قلت له للويل، قلت له بدي افتح فرن. خوتي زعلوا اثنين، شو بعرفك بالفرن؟ شو؟ قلت له ما في، في فرن خلص. في عندنا فرن قديم بالضيعه، قديم عمره شي 200 سنه. هذا الفرن هذا اللي أنا فيه قديم على الحطب كان. قال لي خالد استأجر الله يرحمه بيع، عملنا له صيانه زبطناه عطيق كان البناء، وكان على أيام زمان ما كان في بطاقة، كانت تواني خشب السقف وبالمحلة نحدد السقف، وركبنا وحدة على المزارط بعد الحطب، وبلشنا نشتغل. هيدي تطلع طويلة، هي تطلع قصيرة، هي تطلع محروقة. صرت أنا ما بدي أرجع لورا، أتعلم من غلطي، عرفت كيف؟ بس إنه هي ليش طلعت هيك؟ أنا صرت صلح غلطي ومشي.
أنا لي 59 سنة بالمصلحة، 59 سنة كنت عم اشتغل الحمد لله في شغل عنا. بس من إجا أنطوني تعرفي التواصل الاجتماعي فيت على كل بيت، يعني كريكور ودور فيت على كل بيت بهالطريقة هذي. بالأول كثير ناس بيعرفونا بيجوا من كل الضيع، يعني من كلمة الصيادي. نحن الداعية بالأساس هي الصيادي، بيجوا لعنا الصيادي بس مع شاب بيعرفنا بيجوا بيتربقوا عنا. هو الشباب بيعرفوا بيجوا تاني مرة بيجيبوا غيره، واحد بيجيب واحد. بس إذا أنطوني عمل هالإشي هيدي فيتت على كل البيوت، مش عندي بس، بكل المصالح البترول والمراكز بلبنان فيتت على كل البيوت. في كتير ناس ما بيعرفوا أشي بلبنان، كان بيعرفوا بضيعتهم شو في بضيع، بس ما بيعرفوا شو في ضيعتين وشو لاعتين لاعتين. فعلا أنا بحكي واقع إنه أنطوني له فضل كبير يعني بهالقصص هيدي. وكمان ما تنسي إنه اللي عم بيروح لعندهم أنطوني كمان بالاشتراك معه، يعني إنه هن عندهم أشياء حلوة بينوا أنطوني وبينوا هن وياه. فتنا على كل القلوب، كل اللي بيحبوه كل اللي بيحبوه بيجوا لعنا، بفوتوا لعنا بيجوا لعنا بيقولوا لي كريكورس شو أطيب أكل عندك؟ شو أطيب شيء عندك؟ لأنه أطيب شيء عندنا ما جيتهم لعنا. استقتلك. أهلا كيفك؟ شه 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 هذا كيف شكلها؟ اشتقت لك. عم بقشع ولا لا؟ أنا إيه. وبالنتيجة بنقول لكل اللي غاوين يجمعوا بين الكرة الأرضية عندهم، اجمع ما شئت سطرحك كما شئت، ما راح تاخذ معك شيء في حساب. كل انسان بده يتحاسب، ما هاي الدنيا مالنا في الثانية. نحن ايماننا بربنا، شو ما كان ديننا، شو ما كان نقول يا الله، كلنا نقول يا الله. عرفت كيف عمي؟ بقى قال له اجمع ما شئت ستضحك كما شئت. واحد بس يستفيد من هالدنيا ما بياخذ معه شيء، وين المليارات؟ بقيها بياكلون في بعض وجرادين. ما بيبقى العمر الإنسان، عمله خيو الإنسان، الإنسان خيو الإنسان، لا يسموه إنسان، إنسانية، عمل إنساني، الإنسان كلمة إنسان إنسانية يعني، العمل الإنساني، إيه؟ يعني واحد متضايق إذا خيو ساعده، هي العمل الإنساني، هي اللي بيبقى، هيدا اللي بيبقى، ودي كله ما بينمعه شيء، إذا واحد جعان هو ياكل وما في خبز ليأكل. إذا معه مليون دولار بجيبته وأكل دولارات بيسمع ما بيسمع، المال ماشي صاي وسيلة من غير، بس ما نطمع فيه إنه كل شيء يسيطر علينا ويحكمنا. رحمة الله هي كبيرة على الكل، وربنا ما بينسى حدا، وربنا بيحبنا كثير. بس إذا كنا نحن معه، حتى لو ما كنا معه بيحبنا، لأنه دائما البين ما بيقسى ولاده. شو ما عمل الابن ببي وما بيقسى فيه. بقى نتمنى على الناس توعى ويحبوا بعضهم ويعرفوا انه هالدنيا ما فيها شيء فاضي. احبوا بعضكم كما احببتكم انا. بقى كلمه اخيره، نشكركم يا كارمل انت والشباب، فريق العمل وأنطوني كلكم سوا، والله يعطيكم إياه بحلمة وتضلوا بهالمهمة. فعلا عندكم إنجاز حلو كتير يعني، وتضحية عم تضحوا وتبروا عم تضوع أشياء كتير بالبلد ما حدا يعرفها. ومن ورا هالأشياء هيدي في كتير ناس عم بيعيشوا يعني، من ورا هالأشياء هيدي في كتير ناس عم بتعيش. أنا بعرف في محلات بيعملوا أكل مثل تنور أو زاق وغيره، ما حدا بيعرفهم. لما راح
أنطوني اللي عنده مدور على صار عنده العايش، صار الناس تقصدهم يروحوا عم بيعيشوا. ما تنسي إنه هيدي هيدا عمل كمان عمل إنسان يعني. واللبناني مميز صدقني عمي، مميز بكل معنى الكلمة. يعني أنا بعرف من عندي أنا هون بيجتمعوا على الطاولات من كل الطوائف، بيقعدوا بيشربوا كيس مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيتعرفوا مع بعض. هيدي ميزة، هيدي ميزة، مش إنه أنا طيب أنتم طيب بيعرفوا بعض. لا 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 أبدا أبدا، صدقني بكون قاعد ناس عم بياكلوا بيدس فين أو جزا مثلا جا تقعدوا معنا كلوا معنا كلوا طريق الأكل تبعكم. هيدي ميزة بلبنان يعني، حرام نخسرها وما بعتقد نخسرها أبدا، لأنه نفسية اللبناني ما بتتغير، ما بتتغير أبدا أبدا. وبتمنى الناس توعى وترجع على الوطنية، عرفت كيف؟ ما بدمك إلا بلدك. وين ما رحنا وين ما رحنا ما بدمنا إلا البلد اللي طلعنا من ترباطه، خلقنا فيه وربينا فيه وعشنا فيه. في أزمة بالزول، في أزمة مادية بالزول، ما في شيء بضل. مهم إنه نصبر ونطول بالنا، مش كل ما واحد وجعه أصبع يقصه. ها اليوم في وجع قوي بالبلد عم يطال كل الناس، بدنا نطول بالنا. وهالشباب اللي انتو عم تفضلوا برا بنتمنى عليكم ترجعوا على لبنان، ما تنسوا. ايه؟ قلن اللي عنده مرقد عنزة نجيل، مثل بيقول نجيل مين عنده مرقد عنزة بلبنان، مش بس بجبل لبنان، بلبنان، لأنه لبنان كله حلو ساحل وجرد، وكل منطقة لها مميزاتها. الساحل له مميزاته، الوسط له مميزاته، والجرد له مميزاته. نتمنى عليكم اطمعوا بحياة حلوة وهنية وقناعة، ما تطمعوا بجمع المال. جمعناهم أخذوهم. اطمعوا بالحياة الهنية، بالعيش الهنية، بيجيب الصحة والعافية. أكيد بدنا نعيش بدنا نشتغل، بس ما تنسوا إنه كلمة حطوها قدامكم، القناعة كلب ما بيفنى.